ما أدري يا فضيلة الشيخ، هل بالنسبة للمرأة لها لباس إحرام معين كما هو الحال بالنسبة للرجل؟ المرأة تحرم بما شاءت من الملابس المعتادة التي كانت تلبسها في بلدها وفي أوساط مجتمعها، إلا أنها تتجنب الزينة، فلا تلبس الثياب التي أعدت للزينة، وإنما تلبس ثيابا عادية وثيابا ساترة وضافية كحالتها في بلدها وفي غير حالة الإحرام. وكذلك يحرم عليها أن تلبس البرقع والنقاب على وجهها، إذا كانت ممن عادتها لبس البرقع أو النقاب إنها تزيلهما وتجعل مكانهما خمارا تغطي به وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، إذا مروا بها أو كانت معهم في مكان، إنها تغطي وجهها عنهم بالخمار وهي محرمة. فليست المحرمة مأمورة بكشف وجهها مطلقة، وإنما هي مأمورة بنزع المخيط للوجه كالبرقع والنقاب. وكذلك يحرم عليها لبس القفازين على الكفين وهي محرمة، تنزع القفازين إذا كانت تلبسهما عادة وتغطي كفيها بطرف ثوبها. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للرجلين، الرجلين تكون مستورة إما بالثياب أو بالشراب، لأن الرجلين من العورة. نعم، بارك الله فيكم.